دلوقتي طالب مثلا في الثانوية العامة سقط، يبقى مش محترم؟ هو ما ذاكرش، مش يعني مش حظه وحش، لا هو ما ذاكرش، ما فتحش كتاب طول السنة، كان طول السنة قاعد بيتمرقع وصايع وسقط. ممكن هو متفوق في حاجة تانية. مش متفوق في أي حاجة، صايع. لو مش في الفكرة، مش دماغه في تعليم ومش دماغه في تعليم. الفكرة إن احنا كلنا محترمين. حتى الواد الصايع ده اصاقه الثانويه العامه محترم. الواد ده لو حد قتله ملوش ديه؟ له ديه ليه؟ عشان محترم، له حقوق. الواد ده لو حد خبطه مش له تعويض؟ ليه؟ عشان بني ادم له قيمه. لو حد النهارده شتمه ولا ضربه مش هيخش سجن؟ ليه؟ مع انه صاحب ثانويه عامه تصور؟ لما حد يضربه يخش السجن تصور؟ يعني واحد لما يضرب واحد صاحب ثانويه عامه ويخش السجن فيه؟ ايه ده كريم دي؟ طب اللي صاحب ثانويه عامه ده ما ينفعش السنه اللي بعديها يطلع الاول على الجمهوريه؟ ينفع. وهل لما طلع الاول على الجمهوريه بقى محترم؟ لا. هو محترم، انسان محترم، بغض النظر ان عمله بيؤيد هذا الاحترام او لا، بس الانسان ما بيعمل عمل يؤيد الاحترام هو بيحس بالثبات في الاحترام.